السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أرى نتقسموا معكم الأجواء ديال هذه الفيلا هذه الرائعة إن شاء الله. شوفوا العمل فين وصل الإخوان، راهم تقريبا راه في اللمسات الأخيرة. دابا حنا في هذا الصور هذا إن شاء الله، شوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى هو غادي يكون رائع إن شاء الله. درنا فيه جوج ديال الفواصل كي كتشوفوا، واحدة الفوق وواحدة لتحت اللي غادي يكونوا باللون الأسود بحال هنايا كي كتشوفوا هنا في الواجهة. فإن شاء الله غادي يجي رائع، كاين من هنا وكاين من هذه الجهة هذه أيضا. فهكا من غتجمع الفيلا يعني هكذا، فأكيد أنها غادي تجي رائعة إن شاء الله. الإخوة الله يجازيهم بخير، راهم غاديين معاها في العمل، داكشي كلشي في بلاصتو ما شاء الله تبارك الرحمن، داكشي رائع الله يجازيهم بخير. غنشوفوا الواجهه الاخرى ايضا، ها هما هنا باقي اللمسات الاخيره، هذو كانوا كنا ما درناش فيهم الفواصل ودابا درنا فيهم الفواصل. غنوريكم هذو اللي راه دابا كيحيد منهم الفواصل باش جاوا بحال البلايك. كنا في الاول عطيناهم له في المخطط باش غادي يمشيو يعني نيشان، ولكن دابا مشينا قطعناهم وعاودنا لهم الخدمه ودرنا فيهم الفواصل، فاكيد غادي يجيو رائعين. ها هما بلاصه الفواصل غادي تشوفوهم، فهم شتو كاينه هنا وحده ها هي والاخرى عاوتاني هنا، فهذه كامله تخدمت ولينا عاودنا لها من جديد. فشوفوا ما شاء الله تقريبا هنايا باقي غير الريزين هو اللي باقي، ما شاء الله اخوان الله يجازيهم بخير الله يعطيهم الصحه. داكشي كلشي في بلاصتو، ولاو مهاريين بمعنى الكلمه الله يجازيهم بخير. فهنا جا رائع مع هذا القبص هذا هنايا. الناس اللي ما عارفينش هذا ديكور ترافيرتينو، كيتخدم بالسلعه ديال المونوكابا، واكيد السلعه اللي كتجي مستوردة من إسبانيا. وبطبيعة الحال كما كيعرفوا الناس أننا كنخدموا بأعلى جودة كاينة في السوق. فعندها ربعة ديال الواجهات، غنقطع نديكم الواجهات الآخرين. هذه هي الواجهة الرابعة من هذه الجهة أيضا، كتبان غزالة ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله كي كتبان من هذه الجهة. فما شاء الله تبارك الرحمن الإخوان الله يجازيهم بخير. شوفوا التفاصيل، يعني من كتبع التفاصيل صغارين كتلقى ذاك الشيء كل شيء في بلاصتو. فشوفوا الإخوان واش من فرق بينها وبين لاليكوبوند، يعني كيخدموا الإخوان الله يجازيهم بخير كيخدموا بواحد التقنية اللي كتخدم بها الماشينة الألمنيوم. فالحمد لله كل هذا من فضل الله. هادشي اللي كاين الاخوان. السطح الفوق حتى هو نسيت باش نقول لكم، يعني السطح الفوق حتى هو راه قريب من الانتهاء. يلا الاخوان تشوفوا ان شاء الله في تفاصيل اخرى لهذا المنزل. السلام عليكم ورحمه الله.